واللقطة الأخيرة في المنطقة هذه، بعد كده حنبتدي في المضمار هذا اللي هنا في الجيم أقوى شوية بصراحة. يلا سريع يا عمر، سريع يا عمر. حركات ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. النداوي سرق سيارتي ونزل، الله يصلح حالك. نزل يتقهوى، هذا مدمن شاهي يا جماعة الخير. يلا يا سعود، هنا 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 عمر. اي البرونكو ما شاء الله تبارك الله مع البقي. البقي والله شديدة، والله شديدة شديدة. ولا يهمك البرونكو ما شاء الله تبارك الله. اللي معانا دائما نقول انتبه للاشاره اللي يعطيك اياها اللي قدام. خلينا نرسم الخط افضل عشان البرونكو هذا 6 سلندر، والاحمر اللي جاء شارك معانا ما شاء الله بيقول انه 4 سلندر، ففي طبعا في فرق في القوه. يعطيهم خير أو يكفيهم شر يا جماعة الخير، وذكر الله طيب على حلال الناس. وين الأسود؟ وين الناس؟ يا عرب ماني شايف ولا أسد. نامت الأسود. يلا يلا سريع. بارك الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. انظلم البرونكو، ذهب في المسار الشديد. طبعا المسار هذاك يا جماعة خير للأمانة، والأمانة أقول لكم شوف حتى دليل أنه في نزوله ينحرف السيارة، أنه هذاك على ميلة جاي في ذاك يا شنم. هو ما شاء الله تبارك الله الباترول مع الرنجلة. وحش يا ولد، وحش انك كملت ما شاء الله تبارك الله، يعطيكم خير ويكفيكم شرها يا رب. ما لومك يا قلبك، ما لومك. صلاة وليه مقربينهم كذا جنب بعض الله يهديكم؟ ورا قربتهم كذا يا سعود جنب بعض مره كذا؟ لا غلط. طيب انا قلت بوخرهم، قلت له خليه يطلع. روح يا عمر مع الباتر، روح مع الباتر. يلا بسم الله يا عمر. حضرمي الرانجلر مع الاف جي. الله الاثنين لم يستطيعوا. شباب تعالوا عنهم لا يجي عليكم الموتر، ويقولون الا نجرب ثاني مع بعض. يلا بسم الله، رجعوا ورا اخذوا مسافه. انا ما ابغاكم ترجعون عشان الوجه يضرب، لكن نقول بسم الله. ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما شاء الله لا قوه الا بالله. بسم الله. ثمانية سلندر مع 6 سلندر، وهناك فرق السلندرات ما شاء الله تبارك الله. ال شو اسمه ذا السلفرادو هذا 6 سلندر. طفي نورك وانت جاي. في واحد تكلم في القناة قال ابو فيصل انت ما طفيت النور. والله معليش ما تلومني، هذا المفروض اللي في اللجنة واللي يصور يقول، فربما نسيت. افتح افتح. فين الاسود وفين؟ هذا الاسود قدامك. اوه ما شفته والله، ما شفته. خابر الاسود لونه ذهبي. اسود في الميدان كي يمشي كذا كذا. آه
اسمع اسمع يا شباب اسمع. يا المواتر المخنوقه دي تبغى يا شباب؟ ايش المواتر المخنوقه؟ ابغى اسود يا حبيبي. الحين بعد شوف الاثنين اللي تحتها ولد ما شاء الله تبارك الله. هذا اللي يقول لك دائما ختام اصور 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 يمشي كيف؟ يمشي كذا كذا. ولد يلا يمشي كذا كذا. يلا يا شيخ اعطيه مقطع اللي نسميه يمشي كذا كذا. ايوه امشي كذا كذا. روح هناك ورا عشان اشوفك كيف تمشي. ارجع ويمشي يمشي كذا كذا. الجو بصراحه والله يعني ما عندنا درجه حاره اطلعكم اياها لكن قسما بالله الجو لا يعتبر صيف نهائيا. الاسبوع الماضي يمكن يكتب انه جو صيف او بدايات الصيف لكن والله العظيم ان الجو روعه. لهذا السبب نحن بدينا نلتفت لمنطقه جديد ابتعدنا شويه كذا عن المناطق الثانيه ذهبان وغيره نكون في دائم فعالياتنا. هذا المكان الجميل امشي. هذا ما يمشي ولا شيء. استريح استريح. اسكت واللي يسوق. اسكت يا خالد واللي يسوق وشوق. لا ها عمر هو نفسه هو بذاته. يلا يا سعود ماشيهم كذا كذا. ها نداوي نداوي اي كلمه. شوف الاثنين هذولي عشان انا ما ابغى تزوير ولا شيء الاثنين كلها بلد سواء التاهو هذا اللي طلع او السلفرادو. لا السلفرادو تمام ستة سلندر مو ثمانية تمام وطلع معاه الفتك هذا ستة سلندر مو ثمانية. هذا ما عليه ترهيم الا لدات جانبية. هذا ما يبغى تمام. هم المزورين اللي طلعوا قبل شوية ذولي ما يطلع. قال انا ما ابغى اطلع. يا الله على يا اخي جماعة الخير والله الادمي ذا ترى للعلم يمشي وهو نايم. انا معلمكم اياه تخيلوا هذا يوم ينام يربطونه لا يطلع يمشي. انا ما ادري انت صاحي الحين ولا نايم. لا والله صاحي. الله ما ادري عنه يقولوا سمعت هالمقوله ما ادري هي صحيحه ولا لا بس بعدين اعلمكم. هو جنبي دحين ابي سمعنا دحين ويقوم مسوي لنا مشكله. من اللي بيجي؟ مزور جاي؟ ما في شيء اسمه مزور. لا لا الا مزور يا اخي. شوف فتك هذا تزوير. وش هيكل؟ قال هيكل. هيكل فتك تصدق والله بالامانه الخط يتكسر فما تلوم لو واحد طلع عن الثاني بعد فترة يعني أيه. بعد 14 احنا قفلنا المسار هذا كله. يبغالنا انا شفتها في لواء تمام في التل مرعب بعد ما يطلع المرهم يجيبون زي المسحاة كذا طويلة كذا أيه. مسوينها تمام ويسحبها من اول في المسار بس يسحبها كذا يشيل المطبات هذه. شايفين المطبات هذه؟ هذه اللي تاكل عزم السيارة كله. توكل على الله. قدم المراهم قدام. ان شاء الله تبارك الله. والغلبان ذا يحرك اول. عرفت ايش سويت؟ سعود نبغى سلطان السيد من خشم الطعس. سلطان السيد من خشم الطعس. نقول يلا ابو فيصل ختامين من خشم الطعس. خشم الطعس منو؟ خشم خثم الطعس. يا ابو عبد الله تسمعني؟ يا ابو عبد الله يا خالد يا خالد تسمعني؟ وياتون الوحوش والاسود تمام في بدن اسود وقلب وايش؟ كلهم اسود. لا القلب قلبا وقالبا يعشقوا يعشقون الرمله تمام. ذكر يوم ايش تقول علي في المقطع؟ يقول اخذته استغفر الله. ليش كذا وقفوا واحد قدام الثاني؟ على شباب على مالكم. انسحب الامريكي يقول له ما اقدر اقدر. والله في انسحاب يا شنب. وبعدين ليه يسمونه امريكي؟ لا لا ما في امريكي الا يقول الامريكي. من الامريكي يا سعود؟ من الامريكي؟ على بابا تجرب من هنا. ها
انطلاقة. ارفع ار بي ام وقولوا بسم الله. كلكم وقفتوا. غلق البنزين ربما؟ لا لا الا غلق البنزين الا البنزين غلق. مكان واحد يقدر يطلع صراحه. لا الأمانة والله صدق مع الخشم ده والله ما تطلع. هتقول لي فيها ماكينه ايش وجه الطعس واقف وقوف يا جماعه الخير. تل مر تل مو مرع تل شبه مرعيب كذا. مع الخشم نهائيا نهائيا يا شباب. نعيد يا نداوي ونكرر نقول حساب رواد المملكة على التيك توك حيكون في فعاليات إن شاء الله في الحساب في بث لايف في مشاركات من أعضاء الفريق وحيكون في مشاركات من الجمهور وإن شاء الله بيكون طبعا حيكون يعني لأجل إحنا يعني دوامات وأعمال وذا حيكون البث دائما بعد الساعة 11 بالليل إن شاء الله. تمام نتعشى ونعين خير ونبتدي بس ما هم متى بالضبط لسه نعلن عنه. تابعونا على السناب أو على التليجرام لكن الحساب قدامكم ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. والله واحد تعب في الطلعة الأخيرة تعب لك. أنا ما أتكلم الجمهور تمام هو اللي ما قدرت تكسر يمين على طول انزل زيي انزل زيي ولا تنزل زيي. مسك الكاميرا شوي. على مهلك يا ابو سعد على مهلك. ايوه بحب عبد الله بدير بروح. في احد من الشباب متعلق هنا ولا ويش؟ هذولك منهم اللي فوق ذلك مخيمين ولا اخوياننا؟ والله اربعهم اخويا زوار يعني. توكل على الله. انها الحقيقة. انها الحقيقة. الحقيقة ان ايمن الله يهديه. ايوه. الهواء عنده تقريبا فوق ال 12. فوق ال 12 100%. فوق ال 12 ما يمدي يوصل هنا. ما حيطلع ابدا ما حيطلع. هذا كلام ما هو صحيح يا نداوي. جزاهم الله خير. رفعوا الاذان مع اخر سيارتين ونختم معاكم باذن الله. اي اخر اربع سيارات. ان شاء الله. هذا يتدرب على شيء بيجيبه. سريع سريع يا شباب سريع. يلا يلا الاذان الاذان. يلا يلا يا مراد وبلال يسار خذ يسار. العلم العلم يا بلال العلم. جاب جاب جاب. بارك سمعني بارك. سريع بالله سريع عشان الصلاة الله يرضى عليكم. تصوير درون الله يسعدك. والله ذا يبغى إخراج ذا يبغى درون. الناشري وأبو عبد الله حيكون في تصوير درون. يكون في تص. لا تطلع مني لا أعطيك إشارة من عندي. حركات هذول جابوا المخرج معاهم. يسار يسار. وحش ما شاء الله تبارك الله يعطيكم خير ويكفيكم شره يا رب. ابو عبد الله ادخل المسار. يا ابو عبد الله فين الدرون؟ الدرون من شايفه المسار اليسار هذا رايح طحين. ما عليه الطحين حلو ما مشكله. ابو عبد الله غاب راح انقذ واحد ما ادري من اي سياره اللي فسخ كفر فيها. بيض الله وجهك يا ابو عبد الله ما قصرت. انت الجند المجهول. حاول معاهم يا بندر تطلع. تقدر تعطيهم الوكا؟ انتظر. طيب طيب طيب. يلا يا سعود ومع لقطة الختام. يلا يا شباب قامت الصلاة يا شباب. سعود سعود الصلاة قامت. يلا كذا نستودعكم الله حتى نراكم إن شاء الله في فعالية أخرى ليلية. تابعونا بسم الله. الله أكبر.
اكبر وما شاء الله ولا قوه الا بالله، ونراكم ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.